مرحبا بكم حيسام وحيسات مطابلتنا نيلة ساعة الأخبار رجل قدمكم تكات سلف لعبة يرس الأخبار. دور فزعت ومتنظام دي مدافعت وعمار قد لكم سلتوها سيدي ما نقبرها بشرحام يبا مدرد قزان حديث لتشك هلام وراتات دبلوماسية شعب للتلال هلام ديب هند لبزحة قبار لتحابرة ديب حال الجو كي تتره الليتم برنامج نو إيران بخصص منظمة مجلس كران ليكها غدمتم كوسية طائرات حرب جو أمريكا ديب بالتيك كمسال كان عقد أمرتم متنظم وفساعت دي بعد وخارج لنا برشعب إرتريا أمنت أساس نيلة إرتريا كم دولة قلت هلي والتلالايا وعبوتا قلت أكد قبل هلا قد لا كم سلتو مسؤول قد سياسة جب الشعبية قل ديمقراطية وعدالة السيد يماني قبر أبشار حام السيد يماني مثل إيري تي في التلوذية مقابلة علامة قد لا سولة إرتريا حيلة الشعب ونايمة نظام مقدرتها كم سلتو نحبرهم دي بمدة قدلة دي بكبت عدوى خارج لنا برشعب منادلين دي بلا سيف وسد مطورو منادل دي بهلا مثل قدلة للطورة ناي حد 8 سنة عمر لبو متنظام إرتريا أو متنظام إرتريا دي بخارج هيني دور عبي كمسل قدم عند حبرة حقو حرية أقدة يعني حقو ورار ويانا لترقى دمير ترود ومتنظام مقدرة بجهات حتى قابوت وعداوت بجهات بعدت حود للتعادل لكم سلتو أفهمام نلينا شعبنا متنظم صمود وحيلة سياسة دي بحلفة عشر سنة دي بفيح ومثل المراحل والتحديات دي بالتطور وأقبوي حديث دي بوسك ما تسكم سلزانها وفقري تهيني دي بدمان لبا درجة لتبتحت أساس عبوت اقتصاد لكريت مسكوبة وفاق شعب لبا إرتريا قلت تتأكد كم سل قدرة شرحان حيلتنا عند دهرنا أقل إن رأي ألبنا لبيلا السيد يمانا دي بامتصوت حرية أدمنوت سياسة بنا وطن أكدوت ناي أمان صورة إرتريا وقابوت وأفشلوت وايديبات أبايام لا سجلت عبوت مقياس متنظم إرتريا كمسل تأكدام اللي بهلت دعف إيها اللي بهلت كمسل يكون عند حبرة لما تنظم من هاللي والعلق اللي الدك أبو الفيح شبابات دي بوراتها سياسة كمسل شاركو قل لك بو مثل أزين أتيا لهلينا مرحلة عمر لقيس أبصر ومتنظم قل التور أتكم سلوما مثل زبن حبر تكنولوجي كمسل قيس ودي وقتلة قلبو كمسل تود حام ات مديرة تبرو دارة دواي حمز رت لها محكز ما يقل لرها بزياد 4 مليون نقطة خزان لتشك هلام لا 8.5 متر ريم واسع متر بترت لبو خزان كلمت وعسر ألف متر مقعب ما يقل لسبات كمسا القدر عند حبرا لشغل المرح لها مهندس تسفاي كيداني سسا من مئت من أشكال بناء نايلة خزان كمسا التما عند شرحم مشاركة شعب زايدة تحمدام لا شغل قدم كرم قلت مم جيت قبكم سال هلا عند حبرا مسؤول إدارة دوايح مزرعة السيد محمد فرج بجهته لا خزان كم سال تما وما يكافي كم سال تبتا ديب أرهيوت محجز مايليت عندي قبي ديب طوروت حرس ريما دور عبي كم سال قدم سيئتو شرحام فرنسا جرمن امريكا لا نبر مواطنين متنظامهم لقيم ولا لدك برنامجات كم سل سرقلو منا كانت لبت حتى نحبر افهمتم باساس لحبر سفيرة اريتريا دي بجمهورية فرنسا السيدة هانا سمون قل اريتريين سكان باريس ودوارا حاضر تطورات ودور مواطنين دي بمهام مرحلة لركزة سمينار وديتم سفيرة هانا دي بخارج لا نبر مواطنين دي برنامج وطن لا لتسأم النوم اهمية متنظام مواطنين ودك ابوت متنظام وطن وناي منطقتنا وعالمنا تطورات وتأثيره دي بعدنا توضح هبتم لكن دي بنتو متنظام جب الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة قسم جرمن دي بيوم 18 و 19 أبريل دي بهايدلبرغ ناي سنة اجتماع سرقلام مسؤول قضية تنفيذية سفارة إريتريا دي بجرمن السيد يوهانس والدو حاضر وناي دبلوماسية وراتات وهيرارو تكم سلومة دي بخارج لا نبرو مواطنين سرقولو لهلو برامجات دبلوماسية وهيرارو لخصص شرح قدمام مسؤول قادات شعب وجالية السيد كحسي والدو بجاتو وراتات جبت شعبية قسم جرمن ولاني لما تسوقد برنامجاتو تغرير قدمان دي باجتماع حاضر أبكات وتحديات جبت لودح عادات و
دور مواطنين دي بأرهيوت دي بأرهيوت نأمن صورة وطن هذا قبط اقتصاد ومهنة مقدرة وأهمية الهلبل وبعد دي بكتب بحث قدموا أبجات بعدات نيسنة وعلى متنظم وطن مقباي مدار صحي أمريكا من يوم 10 حتى 13 أبريل دي بمدينة أوهايو كولومبوس كبام مسؤول قضيات تنفيذية سفارة إريتريا دي بأمريكا سيد برهانة قبريوت حضرت حالة وطن ودقب جبت دي بلد برأس محاضرات هبام كاتبت قضيات جبت وجالت السيد حد نتكلتها ورئيس جبت شعبية الديمقراطية وعدالة قبلة أمريكا سيد محرطة بعند براني برامجات شغل رابعي جبهة مدافعة وعمارة تكم سلومة شكل وأقبل شغل لجنة وطن لخصص شرح قدمه سبع دقائق مديرية كرن نظافة دوار نقل العقبة وللعد وقليل عد حمامات قل راقبة معي على أساس برامجات نظافة عافية نايدوار سرقليام بأساس حبر وحدة نظافة دوار قليم عن سبا سكان قنع دروق وسبان سريخ حمراي دقي ششريمة ودرمش لنس أو مبادرة لا تتحمد في قريت تركبت منام دي بأقليم عن سبا متوى سسا دقاقيت معي على أساس برامجات عافية دوار كمسل سرقلي عندها حبرات لا وحدة لا ترفع دي بشغل كمسل لا حبرات عصر حتى متر لاري محوط دي بيوم 10 و8 أبريل دي بجنرالي بحاس راس حماس دوايح قدم عند موتا بموجة تلكفام من وزارة رزق بحر لتركبت حبره لعاسة من جنس برايدس دي بقبي أبا من برا لقبقتو دراسة أب مراكب عباي لتزبط أقلق باكم سلك أبدر لتحبر أت جنرالي بحر إريتريا دي بقبت لحلفيا 4 ورحة كلوت حوت عند موتو كمسل تركبو من سنة 1014 هيني 4 عسى كم سلموتو تقارير لوزارة الحبر الليلة تركبات ديكون لا علب قل يزيد كم سل قدر لا أفهم دي بحر كأي حد عصر سس جنس حوت كم سل هلا لتأمر قديم منادل ليتنا كنا لين أساي هين هيلة بحمام دي بسبعة وكل سنة من عمره دي بيوم كل مايو استشهدام كفلة سنة 1975 دي بجبشت قوات دي بجبت قوات شعبية تحرير إريتريا لتحابرة ليتنا كنا لين أساي هين أسك حرية دي بوحدة أسلحة كبود أبلت فنات درجة مسؤولية لنا دنا حقوه أسك مع الاستشهاد دي بيت فرد عسكرية شك على صنحة محير بايتوم شهيد قديم مناد اللي ثنا كل الناس سين هيلة بعل فرع وأب 4 ولاتهم عدد قبره فجر 4 مايو سر معل دي بمقبرة شهداء أسمرة أقل تقبأتهم وزارة الدفاع باستشهاد قديم نفر كولونيل أسايهن عائلة حزن هذه بشرح أقل عائلته من ليامه ومشاقيته إيمان وصبر لها بكم تبل حيث ما تقبلتنا ولا ما تعديت أخبار خارج دي بيوم كل مايو دي ببزح دوارات هند بلا سادفة قبار لبس حدي بحالة جوكيت زيادة مت نفركم سلموت وعماتات أخبار شرحة الأيام بسبب لا ولو ولت حابرة حالة جو بزحام بعدا مكرايم قويت سبت الليت بزحما يتعم بعصوفات أقل الوسك كم سلك الدرح بورا من لون بحالة جو أكيت أقاليم أوتاري براديش وراجستان دا كم سلك بتتن تقارير تلحبرون أما تابيات كم سل دمرة وحيوانات بزح كم سل موتا فهمون دي بحال فيها سنوتات دي بهند منا لتراحد لشبه بقوت لعبة قصر إنسانية كم سل أجا تأمرا التحال فورح أبريل ماضي بعد بلساد فحد لشبه حالة عصر الساعة من الوحدة عصر الساعة نفركم سل موتو لتأمر اللام من مشاكل حالة جو كيت دي ينفقر دي باكستان صدفت لليت حفانة دكبت مشاكل اقتصاد واجتماعيات كم سل سببت عماتات أخبار شرحيام ات مدينة كاراتشي ودوارا كياس حفانة 4.3 ديجر سنتيغريد بعد حد كم سل الليت تقارير ميترولوجي دي بالحبرة من هاللايا اقل لو سكم سل قدر وخسار انسانية قل إيه لسبب فرهتهم شرح من لهم التحلف ورح أبريل كياس لحفانة نايلة باكات 5.8 ديجري سنتيغريد بعد حد كم سل علت وتاريخ العد نايسل في كم سل تدي بلتشرح سنة كل 1015 مدينة كاراتشي بلا سادة فتح حفانة
زياد 1000 نفر كم سلموتوا نايلة مدت لها تقارير لا حبرهم. برنامجنا وإيران بلغ خصص دي بسنة كلا ألف وعشر وحمس لتبطحت اتفاقية أقل تثبت منظمة مجلس كرانت لاكيتا. أمين عاملة منظمة أنطونيا غوتاريز دي بيوم كلا أبريل تلو دي شرح لا اتفاقية أهمية لبا عوطيتا ديبلوماسية كم سلطان حبرا أدارة رئيس دونالد ترامب منا أقل الاسحاب لأيتني برنامج أقل لابترو اتفاق دام منا اتفاقية سحيب أمن عالم أبعامت أمن مقباي مفكار صحيح أبفنتيت ديب بقوت قل لكارك مسل قدر ميستر غوتيريز حزرام لا اتفاقية قل مصالح أمريكا لا تقدم كمسل إيكون للحب الرئيس دونالد ترامب عدو قل تسحب أوما أقل تثبت أسك يوم عصر كل مايو قرار قل تاب مسئيت هلام لا اتفاقية لفرمية تشاينا روسيا بريطانيا فرنسا وجرمن أدارة رئيس ترامب دي باتفاقية لباتو إيرات رأي قل لتكير لوكيات هالأيام لفنق إيران وإلا دول دقوبات لتبات صحة اتفاقية إيران برنامج نووي قل تانكس ودي كانوا قرور التاله لا منع قل لترفع لا تبلتان كحيسام وحيسات ما طابلت ناقر لساعة الله دليل على أخبار دي بالله ثمام اللي نام